في السنة السادسة للهجرة عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلحا مع كفار قريش لوقف القتال بينهم، ولكن لم يدم هذا الصلح طويلا. نقضت قريش بنود الصلح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة بالزحف نحو مكة فاتحا لها ومحطما لأصنامها، فكان ذلك إعلانا لعهد جديد عن دولة إسلامية قوية في شبه الجزيرة العربية. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل إلى المناطق المجاورة يدعوهم إلى الإسلام. فانطلق الرجل يسابق السحاب حاملا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران يدعوهم إلى الإسلام. بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من محمد النبي إلى أسقف نجران وأهل نجران، إن أسلمتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. كان الأمر جد خطير، وأمر أسقف نجران على الفور باستدعاء أشراف القوم للاجتماع والتشاور. وبعد أن تشاوروا طويلاً، استقروا على أن يرسلوا وفداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة للحوار والمناظرة والجدال. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فأبوا وقالوا: كنا مسلمين قبلكم. أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم قولهم، وبين لهم أن الإسلام هو أن تسلم لله وحده. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم للصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. واستمر الجدال أيام وليالي، وأنزل الله تعالى فيهم آيات في صدر سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ما يميز الدين الإسلامي الوضوح الشديد وسهولة الفهم، يتلقاه الجميع من أدنى مستوى إلى أعلاه. فالله عز وجل نزل القرآن بالحق الذي لا ريب فيه، مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل القرآن، لإرشاد المتقين للإيمان وصلاح دينهم ودنياهم. فمن قبل هدى الله فهو المهتدي، ومن لم يقبل ظل على ضلاله. ولم يبق لنا من نبع صافي نستمد منه الهداية إلا القرآن والسنة النبوية الشريفة. وأنزل الفرقان، والفرقان في اللغة ما يفرق بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. من علماء التفسير من قال الفرقان في الآيات الكريمة هو القرآن الكريم، ومنهم من قال هو الزبور، ومنهم من قال هو جميع الكتب السماوية المنزلة، ومنهم من قال هي المعجزات. ذاك كله هدى للمتقين، ولكن ماذا عن المنحرفين عن طريق الحق؟ ماذا عن الكافرين بآيات الله؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد عظيم، عذاب غير مقيد على الأجساد والأرواح، عذاب ممتد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والله عزيز لا يغالب، قوي لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ذو انتقام بمن جحد حجته وأدلته. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام.